يا اخوي اعرف صادق صاحبك وخوش ولد، بس انت دير بالك من عده، ترى ما يحفظ سر. امير انت متاكد؟ انا اشوفه خوش ولد، وما يوم شفته طلع حديث صار بينه وبينه. وقصه سفرك من يعرف بيها غيري وغيره؟ ذاك اليوم سمعتها بحق الجماعه اللي يشتغلون ويانا. اي صادق سولف لي، شنو وضعك؟ مستجداتك؟ والله ماكو شيء جديد، تعرفني قليل الطلعة. اجيت هنا اليوم قلت بلكي اشوف حيدر، لان هو يجي لهالمكان. حيدر؟ خويا ترى هذا ما له صاحب، ذاك اليوم حكى عليك حكي، بس لو مو اقول تصير بيناتكم مشاكل كان سولفت لك، بس خليها سكته احسن. شو انت تشوف اشياء انا ما اشوفها؟ والله ما تقول ايش اشوف بيها اني؟ الشهاده لله، انت ما عليك زود. قايلها وراك وقدامك، انت ما تحفظ السر ولازم الواحد يحذر منك. الشهاده لله، انت مالك صاحب صديق. صعبه تستغفل واحد يفهم احاديث اهل البيت عليهم السلام. تدري انا وصادق مش وقت نعرف بعضنا، وشخصناك اول ما تعرفنا عليك، وردنا نغير بيك هاي الشغله، بس الظاهر صاير عندك مرض. تدري احنا من يوم اتفقنا نسوي هيك حتى نشوفك راح تنقل حكي واحدنا على الاخر لا؟ والمشكله انت وعدتني تبطل سالفتك هاي، وانا قلت اختبرك.